مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كرات النوتيلا للعيد بثلاث مكونات، وكتير سهلة وبسيطة. عنا نوتيلا، ملعقتين صغار كاكاو، بسكوت نعمتهم بهذا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط البسكوت، كمان بحط نوتيلا، رح حط ملعقتين كبار، طريقة كتير سهلة. هلأ بحركن مع بعض ليصيروا عجينة. هلأ بعجنهم بالإيد. بعجنهم منيح مع بعض. بعمل الكرة بهيدا الشكل، بضغط عليها، شفتوا كيف؟ بعملها رول وبغطها بالكاكاو. هيدي الطريقة. كمان إذا حبينا فينا نغطن بجوز الهند بهيدي الطريقة حسب الرغبة. بضغط عليها نفس الشيء. وبغطى بجوز الهند بهيدا الشكل. رح اعمل قصم بجوز الهند وقصم بالكاكاو. هولي كرات النوتيلا اللي عملتن انا وياكن، هلأ منحطهم بالبراد. بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كرات الاوريو. عنا بسكويت اوريو، 100 جرام شوكولا بيضاء، و100 جرام جبنة ماسكاربوني. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بنعمل بسكويت. بس نعمتن شي خفيف، بشيل ملعقة صغيرة اذا حبينا للزينة، بحطها على جنب. هلا بحط فوقهم الجبنة. بسم الله. برجع بخفقهم مع بعض. خلصنا. هلا افضيهم وبحطهم بجات. بعد ما فضيتهم هلا بحطهم بالبراد حوالي ربع ساعة ليشد شوي. بعد ما حطينا الاوريو بالبراد ربع ساعة، هلا بدنا نعملهم انا وياكم كرات. بسم الله. نعملهم بهيدا الشكل. وبحطهم بالصحن. بعد ما عملتهم كرات بهيدا الشكل، هلا بحطهم بالفريزة حوالي نص ساعة. هولي كرات الاوريو بعد ما طلعتهم من الفريزة. دوبت الشوكولا البيضة، هلا بدنا نغطهم بالشوكولا. عندي ورقة زبدة كمان، بشيل الاوريو بغطهم بالشوكولا وبحطهم على ورقة الزبدة بهيدا الشكل. عملت قسمين، قسم غطيته بالوايت شوكليت بالشوكولا البيضه،
والقسم الثاني رح زينه طريقة تانية. التزيين اكيد حسب الرغبة. عندي كمان شوكولاتة بيضة ضلت عندي، بعمل بهيدي الطريقة بزين شي خفيف. برش شوي اوريو على الوش شي خفيف بهيدي الطريقة. كمان نفس الشي. بعد التزيين هلا بنحطهم بالبراد اقل شيء 10 دقائق. بس انا شو بدي اعمل، بدي اجرب انا وياكم كيف طلعت القطعه من الداخل. هيدا الشكل النهائي. هولي كرات الاوريو اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق اذا عجبته الطريقه ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.